النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم واصلت درجات الحرارة ارتفاعا في عموم مناطق المملكة. ساتت أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، شديدة الحرارة ومرهقة في المناطق المنخفضة، تحديدا منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، وأيضا المناطق الصحراوية والمناطق الشرقية. ويتوقع أن تستمر أو تواصل درجات الحرارة ارتفاعها يوم الاثنين لتلامس 40 درجة مئوية في الأجزاء الشرقية من العاصمة عمان، وتكون في منتصف الأربعينيات إلى أواخر الأربعينيات في بعض الأجزاء من منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، وبالتالي هناك طقس مرهق بشكل عام على أن تنكسر هذه الأجواء الحارة اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى المبارك، أي اعتبارا من يوم الثلاثاء، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مجددا. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه النشرة، لكن نبدأها كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم بسبب سيطرة للمرتفع الجوي في طبقات الجو العالية يمنع من تشكل أي غيوم في هذه المناطق. نستعرض الآن وإياكم الدرجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة اعتبارا من نهار اليوم وحتى اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، أي يوم الأربعاء. يوم الأحد تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع مقارنة بيوم أمس السبت، لكن اعتبارا من يوم الاثنين درجات الحرارة تسجل المزيد من الارتفاع مع بلوغ تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة ذروتها يوم الاثنين. تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، درجات الحرارة تلامس 40 درجة مئوية في الأجزاء الشرقية من العاصمة عمان، بينما تكون في منتصف الأربعينيات إلى أواخر الأربعينيات في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، وأيضا الأجزاء الشرقية من المملكة. هذه الكتلة الهوائية الحارة هي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية حارة ضخمة تتمركز في شمال الجزيرة العربية، اندفعت شمالا باتجاه العراق وعموم منطقة بلاد الشام وأجزاء من شرق البحر الأبيض المتوسط. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء وأول أيام عيد الأضحى المبارك تبدأ تتراجع وتبتعد هذه الكتلة الهوائية الحارة شرقا، فاسحة المجال لتعرض المملكة من جديد لرياح غربية أقل حرارة مما سجلنا خلال الأيام القليلة القادمة. يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة، لكن وبالرغم من ذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، يكون الطقس حار نسبيا فوق الجبال، حار إلى شديد الحرارة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة بالإضافة لمنطقة الأغوار، بحر الميت والعقبة. لكن يوم الأربعاء ثاني أيام العيد يتوقع أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام مجددا، لتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، حارة في منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، أيضا تنخفض درجات الحرارة ليلا لتصبح الأجواء معتدلة بشكل عام. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية، 25 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوس 26، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة. كما ذكرنا يوم الاثنين تبلغ الأجواء الحارة ذروتها، 35 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان، أما الصغرى 23 درجة مئوية. تنخفض يوم الثلاثاء مع بقاء أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21، وتواصل انخفاضها يوم الأربعاء لتسجل 32 درجة مئوية، أما الصغرى 21 درجة مئوية. نذهب الآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية ليوم الاثنين. نبدأها من المنطقة الشمالية، المفرق 38 إلى 24 درجة مئوية مع أجواء حارة، إربد 34 إلى 23، جرش أجواء شديدة الحرارة مع 37 إلى 25، أما عجلون طقس صافي مع 33 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى أجواء حارة بشكل عام، الزرقاء تلامس الحرارة 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 26، البلقاء 35 إلى 24 نفس الحرارة تقريبا في العاصمة عمان، أما مأدبة 36 إلى 22، والبحر الميت أجواء شديدة الحرارة 41 إلى 32 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك 36 إلى 23، الطفيلة 35 إلى 23، معان أجواء شديدة الحرارة 40 إلى 27، والشراه
33 إلى 22 والعقبة 43 إلى 31 درجة مئوية. نختم نشاطنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية. أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق: الأزرق 43 إلى 27، الصفاوي 43 إلى 28، ورويشت 42 إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.